لا ايه ده؟ انا مصطفى. مصطفى ايه دي المفاجاه دي؟ اهو انا قلت اديها لك وش مصطفى. يو ثينك يو كان كم باك ايميل يو مستيك. يلا عشان هسيبك تاني. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الواد بيتكلم انجليزي ازاي كده؟ الاجنبيين دول عليهم حاجات. وحشني قوي يا جاكسون قوي قوي قوي. ايه يا اسطى هو انت ما صدقت ان انا مشيت اجرت البيت ايجار قديم؟ لا يروح امك خدت وضع يد وهطلعك بره. شوف اخوك براحته. الوش ده بقى السواق بتاعي. برضه السواق بتاعك؟ اه. طب وشتها؟ ما انا عندي اتنين بس. ده تميز انه فنان شويه. اديلهم حته كده يا ويش. ايه يا مصطفى؟ حزن فرح غضب غضب ياد غضب. مالك في حق غضب فيك حاجه باظت ليه؟ ما هو مصطفى كنت سالك هناك. ويش حكالنا على كل حاجه. حكيت ايه؟ كل حاجه يا يوسف. كمان يوسف ما يتبلش في بقك فوله؟ ما هم اللي سالوني. حكالنا انت اتبهدلت ازاي يا يوسف؟ احنا كنا فاكرين ان احنا تعبنا في حياتنا بس انت الدنيا سفلتتك. الوش حكالكوا نص الحكايه. بقيت الحكايه بقى عندي واحكالكوا بعدين. بس لازم تعرف يا عماد ان الدنيا ما تسفلتش غير الضعيف. واللي عاوز يشوفها حلوه يشوفها حلوه غصب عنها. ايه ده؟ مين ده؟ ده سيد. ده سيد ده. انت جبت سيد معاك؟ اه. انا كمان جايب لكم بقى معايا مفاجاه اكتر من كده. اه بكتير كفايه بكتير كفايه. انت هلا انت يا بني ادم. جبت لكم اخوكم هاشم. كده كملي. انت كنت فين يا هاشم؟ ده يوسف قلب عليك الدنيا. تعال تعال سلم على اخوك. تعال خش سلم على اخوك. مبقاش بلد. كنت قافل التليفون هتلاقيه يا هاشم. أنا آسف يا عماد. أنا آسف يا جميل. أنا أذيتكوا كتير أوي. وآسف ليا أنا كمان. آسف لنفسك ليه؟ ما أنا أذيتني قبل كده. وعمر ما حد اتأسف لي يا يوسف. آه. عشان كده بعتذر لي. هتسف؟ أرجعك تحت. لا يوسف والنبي. أرجعك تحت. لا لا لا. اهو. ايه ده؟ مين ده؟ ده مش هاشم اخويا يا اسطى. ده مؤدب قوي عليه. لا ده هاشم اخوك الجديد الطيب المحترم صاحب صاحبه اللي ما زعلش اخواته. حبيب اخواته ده. حبيبي يا يوسف لمتنا تاني بعد ما الدنيا فرقتنا. الله يرحمك يابا. بقى ايه بقى؟ تعيطي تاني؟ مش قلنا؟ خلاص بقى مفيش عياط. امسكي نفسك شويه. ماشي. الله يرحمك يابا. ايه ده؟ ايه هتقلش بزعل على الامر.